بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع بعنوان احملوا بعضكم أثقال بعض. تعالوا ناخذ النص كله، واللي حفظ كل القطع يحفظوا ده بقى قبل ما يمشي. أيها الإخوة، غلط يا ست. إن انسبق إنسان فأخذ في ذلة ما، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله، حينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. لكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات لا تضله، الله لا يشمخ عليه، إن الذي يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده من الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. إذن حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان. مازال موضوعنا أين أخوك، والغرض منه فين الناس في تفكيرك، مركز الناس في حياتك، قد إيه مشغول بخدمتهم وناسي نفسك. أول آية بتحدد لنا موضوع خطير قوي، ازاي الواحد بيبص للي بيغلط. انا بعتقد في 4 نظرات للمخطئ. كيف تنظر الى المخطئ؟ في نظرة فيها شماتة، وفي نظرة فيها انتقام لو غلط في حقك، غضب وانتقام، وفي نظرة فيها إدانة، مجرد يعني اخص عليه. والنظرة الوحيدة اللي ربنا قابلها وعاوزها مننا هي نظرة واحد بيحب، نظرة أب الابن، نظرة أم الابن، نظرة أخ لأخوه المحبوب عاوز يصلحه بأي طريقة. للأسف إن وإحنا بنخدم ما زالت أحيانا لما نشوف حد بيغلط نقع في الثلاثة الأولانيين، يندين ينشمت ينتغاظ، ويبقى فكر الانتقام بيعدي على دماغنا، بينما ربنا عاوزنا نبص للي بيغلطه في حقنا او في حق ربنا نظرة مختلفة خالص. ايه النظرة بقى؟ تعالوا نبص كده للكلام. ان انسبق انسان فاخذ في ذلة ما، فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا الانسان بروح الوداعة، ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. دايما يقول بولس الرسول جمله طويلة لأنه فيلسوف، لدرجة في حتة في روميا في الأصل اليوناني جملة 13 آية، بس هي جملة واحدة، من كتر ما هو فيلسوف لقوا إيه زي يعني الفكرة مش راضية تخلص هو بيقولها، من كتر توارد الأفكار يعني غنى الفكر. هنا الآية دي الحقيقة صدقوني تصلح يعني مدرسة للخدمة، بالذات خدمة العمل الفردي، يعني فيها بتاع 6 7 مبادئ كده في الخدمة. أول فكرة فيها كلمة انسبق، لأنه انسبق على طول معناها إن أنا لما شفتك غلط كل اللي جه في بالي الدور جاي عليا. انسبق يعني أنت سبقت، وانا اللي عليه وانا اللي وراك، اللي وقعك يوقعني، ما حدش كبير على الغلط، فاللي جاب رجلك يجيب رجلي. شوفوا النظره دي على طول تحميك من الثلاثه الاولانيين، من الادانه، من الشماته، من الانتقام، من الغيظ والغضب. ليه؟ لان انا مجرد الكلمه دي الفكره دي بس، انك انت انسبق، انت سبقت، ان انسبق، فعلى طول افكر في هخاف على نفسي، أخاف على نفسي. زي واحد شايف حادثة قريبة منه على طول بيركن، أو على طول
بيفرمل. ليه؟ لأن اللي قصاده عمل حادثة، فكل تفكيره جه على نفسه. فدي تحميك من أي نظرة شريرة لأي شخص يخطئ. الفكرة دي لوحدها تعالج الإدانة اللي مالية حياتنا ومالية أفكارنا، إن اللي عمله فلان أنا ممكن أعمله أكتر مهما كان اللي عمله. صدقوني مهما كان اللي عمله، قالوا كده القديسين، ما تستغربش الخطايا الكبيرة، لولا نعمة ربنا اللي ستر عليك كنت عملت أكتر منه. مهما كنت، في ناس تتصور إن الخطايا الكبيرة بعيدة عنها، مفيش حاجة بعيدة، ده هي رحمة ربنا اللي بتستر، كان ممكن تعمل أي حاجة في الدنيا. فاحمي نفسك بالكلمة دي إن سبق. تاني فكرة في الآية دي جميلة، فأخذ. كان ممكن يقول إن انسبق فأخطأ، إنما لو قال فأخطأ هيبقى الفاعل مين؟ الشخص. إنما أخذ، مين بيعرف عربي؟ أخذ الفعل اسمه مبني لإيه؟ مبني للمجهول. من هو المجهول هنا؟ الشيطان، حتى مش عاوز يقول اسمه، يا رب يطلع مجهول على طول. فأخذ يعني إيه؟ خلى الخطية لابسة الشيطان مش لابسة الجدع الغلبان اللي وقع. وده يمكن نظرة المسيح للمرأة الخاطئة التي أمسكت في ذات الفعل، أخذت ممسوكة في الخطية، كلهم شايفينها خاطئة، هو شايفها إيه؟ أخذت في زلة. المسيح شايف الشيطان اللي وقعها وله يوم معاه، إنما الغلبانة دي أخذت. فمين المعنى؟ طبعا نظرة غير النظرة خالص، دول ماسكين طوب وده ماسك بصباعه يكتب على الأرض عشان يصلح الموقف. محامي بيصلح، يقف كده يحامي عنه. يبقى أول فكرة، إن سبق خد بالك من نفسك، اعمل معروف. أي حد بيغلط ربنا بيقول لك حاسب، حاسب أنت. أي غلطة تشوفها درس ليك أنت، ليكون الدور الجاي عليك. إن سبق مع أخذ معناها الشيطان هو اللي جاب رجله، وبالتالي لازم تعذره، ولما تعذره هتعرف تصلحه. إنما لو لم تعذره مش ممكن تعالجه. لو ما عذرتوش يبقى وقعت في الثلاثي المؤذي، إدانة شماتة غضب. وبعدين يقول إيه؟ ذلة ما. بالرغم إن الكتاب بيتكلم عن أنواع وتفصيلات للخطايا، ده عشانك أنت، لكن انت ما تفصلش في خطايا الناس. فاهمين الفرق؟ يعني مع نفسك فصص وفصل ودقق وشوف خطايا الفكر وخطايا النظر وخطايا الودن وشرح كده، انما مع الناس اهي زلة ما وخلاص. هتقعد تقول ده غش ولا كذب ولا لؤم ولا مكر ولا استهزاء ولا يا عم خلاص غلط وخلاص. لأنك لما تمأمأ في عينيك في خطايا الناس لازم تقع في الإدانة، ومش هتحب الناس دي. أهي زلة ما، برضو دي طريقة تفكير محتاجينها يا جماعة، إن أنا ما أقعدش أقول فلان أصله كذا وفلان أصله كذا. لأ، في علم النفس بيستخدموا كلمة مشهورة دلوقتي، يقول لك ليبلينج بيبل. يعني إيه؟ يعني إنك توصم أو توصف الناس، تحط ليبل. يعني شايفين إحنا حاطين ده، فاهمين ازاي؟ في ناس بتتعامل بالطريقه دي. فلان على طول لما اقول لك اسم فلان تيجي في بالك الغشاش، فلان الكذاب، فلان العصبي، فلان. انت حطيت ليبل على كل واحد بتتعامل معاه، ده انت عندك ادانه لشوشتك، ده من غير ما تفكر، لانك ماشي بتبص على الناس بالطريقه دي، حاططهم كده في ليبلز. يعني دي مصيبة، احنا كلنا خطاة، زلة ما، انا وانت زي بعض، في الهم سوا، كلنا في الهم سوا. انت خطيتك كبيرة، انا اللي خطيتي صغيرة، مين قال؟ والله اعلم فاحص القلوب هيقول ايه. لما كنت بصلي قداسات ساعات في السجن يعني، او قدامي ناس كتير، انا لا اعرف مين فيهم اللي قتل، ولا مين فيهم اللي سرق، ولا مين فيهم اللي عليه جنحة ولا 6 شهور بس، ولا مين عليهم اللي تأبيده، اهم مساجين وخلاص. فاحنا كلنا كده،
يعني انت هتحس انك احسن منه ليه؟ واحنا في السجن سوا، كلنا في الهم سوا. اخذ في ذلة ما، ما تركزش على نوع الخطيئة وانت بتساعد الشخص. صحيح في العلاج هتشوفه لا محتاج تعالج، بس اذا كنت اب اعتراف او خادم عمل فردي يعني. طبعا كل خطية ليها علاج معين في بعض الامور، لكن مفيش تركيز على الخطيئة، مفيش تركيز على المرض. وبعدين الرأى الكلمة الرابعة هنا فاصلحه. أصلحه بقى اللي هي النظرة الرابعة اللي قلناها، أنا لا هدينه ولا هغضب عليه ولا هشمت فيه ولا هنتقم منه، لا لا ده غلبان ده حبيبي، أنا عاوزه يطلع من اللي هو فيه، بس مفيش فكرة شغلاني تاني غير كده إن أنا عاوز أصلحه. ومع أصلحه برضو حط معايير جديدة، قال أصلحوا أنتم الروحيين، الروحيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك. زي ما قال النظرة اللي هتبص ليها للخاطي ليها كده معايير، إن سبق أخذ ذلة ما، 3 مبادئ يحكموا نظرتك للشخص، في بتاع 3 4 مبادئ يصلح يظبطوا طريقتك في الإصلاح. إنقذوا دي تحميك من الإدانة، انت لما بتقول فلان عمل انت بترمي طوب، انت وقفت في صف المجموعة اللي كانت ماسكة الطوب، واللي وقف لهم المسيح يحاسبهم بقى. فاكرين الموقف؟ قال لهم اللي فيكوا بقى ما بيغلطش يرمي اول حجر وانا واقف اهو. فاذا كنت بالدين انت بترمي طوب، افتكر الفكرة دي، مجرد الادانة بالفكر او بالنظر معناه انك انت جبت طوبة ورفعتها، معناه المسيح وقف لك دلوقتي ايه؟ قاضي. المسيح اللي وقف لها هي محامي، وقف لك انت دلوقتي ايه؟ قاضي، انت حر بقى، ما تخليك غلبان زيها، يقف لك محامي احسن. تجنبوا، في ناس تتجنب الخاطئ، هو ما قالش تجنبوهم، لا احنا مش بنتجنب الخطاء. زي ما قال سيدنا حتى حلوة قوي امبارح، قال ابعد عن الشخص لو هيبعدك عن ربنا، لكن قرب من الشخص لو هيقربك من ربنا حتى لو متعب. احنا كخدام بنقرب، لان لما ننقذهم بنقرب من ربنا اكتر. او ما قالش اطردوهم، لا طبعا تطرد الخاطي يبقى موحد الكنيسة هتفضى. على رأي زابيل فم يقول الكنيسة مستشفى، معرفش ازاي في ناس واقفة على باب الكنيسة، زابيل فم اللي بيقول اللي بيجي عيان يقولوا له لا روح خف الأول، طب ما هي مستشفى. فاهمين المعنى؟ في ناس كده تقف على الباب تطفش الناس اللي شكلها مش حلو، شكلها مش حلو. صور واحد مريض داخل على المستشفى، يجي واحد يقول له لا 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 ازاي منظرك كده، روح خف الأول. ايه ده؟ ما هي مستشفى معمولة للأمراض والحوادث. فالكنيسة مستشفى، كل اللي جواها عاهات عادي، كل اللي جواها مرضى عادي. انتوا فاكرين ايه؟ كلنا كل واحد جاي بمرضه. فاوعى تطرد، انت لازم تستقبل لانك انت طبيب او ممرض. وبعدين الاصلاح قال ايه بقى؟ اصلحوا انتم الروحانيين. هنا الروحانية مهمة قوي بقى. ما ينفعش تساعد انسان ينصلح حاله إن لم تكن أنت روحاني. يعني إيه روحاني؟ يعني حياتك مش أكل وشرب، مخك مش في الدنيا زيادة، عايش بالروح مش عايش بالجسد، عايش بقلبك اللي كله ربنا أكتر من مخك اللي كله كتب. أصلحوا أنتم الروحانيين. الشخص الروحاني هو اللي يعرف يصلح. في حاجة اسمها إصلاح اجتماعي ملوش علاقة بيه، ما بيدخلش الناس السما، ما بيصلحش الناس على فكرة. احنا مش مصلحين، احنا ناس روحيين، سلاحنا الروح القدس، حياتنا في الروح القدس. فروحاني يعني بيتحرك بالروح، ده اللي يقدر يصلح. عشان كده الخدمة مش سهلة يا جماعة، عمالين نقول اخدموا، بس لما تدخل كويس جوه الخدمة وتتعامل مع مان تو مان بقى، مع شخص بعيد عن ربنا، لازم تبقى ممتلئ بالروح، ويمكن عشان خاطره تمتلئ بالروح. من أجلهم أقدس أنا ذاتي، تروح تقول له يا رب أنا لازم أبقى روحاني عشان الجدع ده،
مشكلته كبيرة، مصيبته كبيرة. لو أنا بصلي عدل كنت عرفت أصلحه، لو أنا بتوب كويس كنت عرفت أعالجه، إنما العيب في أنا، أنا اللي مش بصلي كويس وأنا اللي مش بتوب حلو، فأنا مش روحاني كفاية فمش عارف أصلحه، أنا مش دكتور شاطر عشان كده مش عارف أشفيه. شوفوا تلاحظوا العيب مش عنده خالص، بس مش هتقدر تيجي المريض تقول له اخص عليك، ازاي مرضت كده؟ لا بصراحة اللي يلام الطبيب اللي معرفش يعالجه. شوفوا المسيح بيبص بطريقة مختلفة تماما، انت كخادم مسؤول، انما المخدوم يمكن الظروف كعبلته. طب انت عملت معاه ايه؟ انت طبيب شاطر ولا خيبان؟ اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع، وانت بتساعد الناس يتصلحوا خليك وديع، خليك وديع بكل ما تحمله الكلمة دي من صفات. الوداع بالذات كلمة على فكرة غنية قوي، يعني لو قلت بشاشة صح، لطف صح، طولة بال صح، تسامح صح، تشجيع مستمر صح. الوداعة صفة تحمل كل الصفات الروحية، عشان كده ربنا يسوع قال تعلموا مني لأني وديع. لما قال الكلمة دي قال كل حاجة جواها، كل حاجة. فخليك وديع زي المسيح. تصور المسيح مطرحك على طول وهو بيتكلم مع كل شخص، الشخص ده تعبان ملخبط بيقتل بيزني بيسرق زي ما يكون، بس الشخص ده محتاج المسيح الوديع. هتصلحه تبقى عندك روح وداع. ناظرا إلى نفسك، وانت بتصلحه برضو عينك على نفسك. ليه؟ شوف الحكمة، لو غير نظرت كفاية زيادة في خطيته هترجع للإدانة تاني وهترجع للتعالي تاني، ودخلنا في مقارنة، هو عمل كده أنا ما عملتش كده. لا لا، تفضل باصص على نفسك وانت بتعالجه. ليه؟ لأنه خايف من كذا حاجة، خايف تتعدي. يعني أنا بخبرة أمراض الجلدية كان أهم درس عندنا كأطباء أمراض جلدية زمان، إن أنا من أول لحظة أعرف أحط إيدي على المريض ولا لأ. فاهمين إزاي؟ يعني أعرف معدي ولا مش معدي من نظرة واحدة. ليه؟ لأنه ممكن أحط إيدي، لأن في حاجات كتيرة مش معدية، وفي حاجة لأ مش هحط إيدي مهما حصل، من غير ما المريض يحس، من غير ما أجرحه خالص. فاهمين الفكرة؟ فأنت خايف على نفسك لألا تجرب أنت أيضا، فحاسب خطيته تجيب رجلك تتكعبل معاه، أو حاسب تبص له من فوق. لا متبصلوش من فوق، أنت إحنا قلنا إن سبق ليكون الدور جه عليك. وناظرا لنفسك، أنت بتراقب نفسك كمعالج، اديته كل اللي هيديهوله المسيح، اديته الحب اللي ربنا اديهولك، اديت له الكلام اللي قاله المسيح، لئلا تجرب انت ايضا، لانك لو ما عملتش دورك صح الشيطان هيلعب بيك انت. الحته دي مهمه. افكركم بحكايه جميله اظنكم عارفينها، بتاعت راهب عجوز كان اب اعتراف، وجاله شاب راهب بيعترف بافكار شهوه، ف الراهب العجوز الأب يعني العجوز انتهره بشدة، قال له احنا في الصحراء وفي الدير نقعد مخنا يروح في الكلام الدانس ده، ده كلام ده؟ فالراهب جاله صغر نفس وحس بيأس وقال أنا مش هنفع في الرهبان، وكان خارج بقى من البرية. فقابله أظن أنبا بخوميس أب البرية، قال له فين يا أبونا رايح فين؟ قال له أنا مش نافع يا أبوي، أنا مش هنفع في البر، أنا إنسان لسه بتحارب بأفكار شهوة جوه الصحراء. قال له ليه يا ابني؟ ما احنا كلنا بنتحارب بتاع. قال له لا 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 أنا خاطي. قال له ما احنا كلنا خطاه. قال له لا، ده أبويا قال لي أنت إزاي تبقى راهب وتجيلك حاجات زي كده. فأب البرية بقى سكت، قال له ارجع يا ابني أنا هصلي معاك وربنا عاوزك وقابلك وشجعه ورجعه. وبعدين لأن ده أبو الكل بقى، فطلب من ربنا، قال له يا رب اسمح أن يجرب مثل هذا الشيخ بهذه الحرب عشان يتعلم يبقى حنين على أولاده. بعد دقايق لقوا الشيخ طالع من قلايته بيصرخ، وبعض الروايات تقول بيلطم،
لأن لقى حرب أفكار غريبة جدا. هو شيخ عجوز 80 سنة جاي يحاربه، هو لسه مزعق في الولاد قبلها بساعة، فجاري على أبا خميس بقى قبل الكل، قال له يا أبي أفكاري هناك ما لا يمكن يكتموا، لا يمكن يكتموا مهما كانت كرامته، يفضح نفسه. فقام بابا خميس قال له يا أبي خليك حنين على ولادك، كلنا تحت الآلام، خليك حنين على الناس، خليك وديع، كله بيتجرب. واترفعت عنه الحرب. فناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. بعدين يقول إيه بقى الآية بتاعتنا؟ احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. هي دي فكرة الخدمة، ودي كل الكتاب المقدس تقريبا يتجمع في ال4 كلمات دول، احملوا بعضكم أثقال بعض. عشان كده بولس بحكمته الحلوة الروحية يعني قال بهذا تتممون ناموس المسيح. تعرفين الناموس اليهودي أقل كتير من الناموس المسيحي؟ يعني إيه؟ مثلا الناموس اليهودي يقول لك ما تسرقش، لا ده الناموس المسيحي بيقول لك ادي كل حاجة. ناموس اليهودي يقول لك ما تقتلش، ناموس المسيحي يقول لك ما تغضبش، ناموس المسيحي يقول لك اليهودي ما تزنيش، ناموس المسيحي ما تبصش. الحكاية أعلى كتير، طلبات ناموس المسيح أعلى جدا لأنها طلبات الكمال، شريعة الكمال. طب وبعدين؟ ما فيش ولا يهودي عمل الناموس اليهودي، ولا واحد تمم ناموس موسى. أنا ممكن أتمم ناموس المسيح، ممكن بالآية دي بس. شوفوا بقى الشطارة، الآية دي بالذات تتمم كل ما طلبه المسيح في العهد الجديد، مش تعمل الوصايا العشر، ده انت تكمل كمان كمالة الوصايا العشر اللي أضافها المسيح له المجد في الموعظة على الجبل. ليه؟ انت لما تشيل حمل أخوك، انت مفيش إدانة وفي حب ونسيت نفسك وبقيت مشغول بقضية أخوك، وكل الوصايا، كل الوصايا هتلاقوها انكلودد متضمنة في الآية دي، احملوا بعضكم أثقال بعض، كل الوصايا، وبالتالي هتدخل السما حتف طبعا، وعلى قد ما تشيل على قد ما تدخل بقى ايه بكرامة في السما. وهكذا تمموا ناموس المسيح. مشكلتنا يا جماعة بنوفر مجهودنا، بنوفر مجهودنا، تلاقي واحد ماشي شايل شيلة تقيلة وعرقان، تعمل نفسك مش شايف. احنا بنعمل نفسنا مش شايفين كتير قوي في الأمور الروحية والجسدية. في مريض معلش ما مش فاضي، بس محتاج سؤال، محتاج دواء، محتاج اهتمام، محتاج تقضي معاه ساعات، محتاج أي حاجة. شيل معاه، شيل مرضه، شيل مأساته، شيل الهم التقيل اللي على قلبه. هتقول ما أنا كمان عندي هم، ما أنت يا مش واخد بالك، لو شلت همه همك هيتشال، إنما همك مش هيتشال أبدا طول ما أنت مركز فيه. هو همك هيتشال ضمنيا لو رحت تشيل همه، لكن كل واحد فاهمها بطريقة غشيمة وعمال بس يلم في روحه ويشيل همه هو. طب ربنا قال لك ارمي عليا أنا وروح شيل هم أخوك، هات كل الشيل اللي عندك حطها عندي، وأنا هشيلك بعيالك بحالك بمستقبلك بخطاياك، بس أنا طالب منك حاجة واحدة بس، زي ما عملت معاك روح انت شيل هم اخوك. الاثقال دي ايه؟ كل حاجة، كل حاجة متعبة للآخر. هتقول خطيته ينفع، تصوره ينفع، الآباء له ينفع، انا هشيل خطيئة واحد تاني، مش بالمفهوم الخلاصي بتاعه المسيح الوحيد اللي يشيل الخطايا، انما ينفع تتوب معاه. ايوه ينفع، تصوره يعني دموع الام اللي بتبكي على ابنها البعيد ربنا بيحسبها كأنها بتتوب معاه وعنه، كأنها بتشيل ثقله، فالدموع دي غالية. هو ما تابش، احنا مش بنقول انه هيتقبل بدون توبة، لكن ربنا زي ما تقوله هيكثف بقى الضغط عليه عشان يتعدل ويتوب. ليه؟ لأنه في بدايات توبة من الأم، أب الاعتراف اللي بيتصلي لولاده، الخادم اللي بيعمل مطانيات عشان مخدوميه الضايعين، كل ده ثقل
انت بتشيله، احملوا بعضكم اثقال بعض. اثقال طبعا كل ما يحمله الانسان من حاجة مضايقة، تعب نفسي، تعب جسدي، تعب مادي، تعب ايا كان، مشاكل دي كلها بهذا تتمم ناموس المسيح. يبينها آية تانية في عبرانيين 13، يقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. مش مجرد يصعب عليك واحد في محنة، لا، انت حاسس بيه. يمكن حكيت لكم مرة عن واحد من آباء الكبار المحبوبين، يعني اللي قبل كهنوته عمل موقف كده، يعني قصة أثرت فيه. يعني 30 سنة بقى كان معاه عربية فولكس تعبانة كده، وكان ماشي على كوبري اكتوبر مع 2 خدام، وبعدين لقوه فجأة ركن العربية على الكوبري ونزل. كان لسه طبعا ممنوع الحاجات دي، دلوقتي أي حد يركن في أي حتة مش مشكلة. يا دكتور رايح فين؟ ما بيردش. وبعدين 5 دقايق رجع معاه واحد بجلابية كده، راجل غلبان، قال له اركب. فسحوا الاتنين التانيين وركبوا الراجل الغلبان، نزلوا التحرير، رجعوا محطة مصر، ركن ودخل بالراجل. وبعدين طلع، خدت القصة نص ساعة مثلا، وهما مكسوفين يسألوه ايه اللي بتعمله ده، احنا ورانا مشوار. فقالوا له ايه الحكاية؟ قال لهم انا ماشي على الكوبري، لقيت واحد قاعد على الرصيف بتاع الكوبري مدلدل راسه كده وقاعد، فنزلت اشوف ماله على الماشي كده. مالك يا عم؟ قال الفلوس ضاعت، بس غير النهارده، كل الناس النهارده فلوسها بتضيع اللي بيجوا كنايس، لكن ده ما راحش لا كنيسه ولا بتاع، ده بجد، ده كان بجد. الراجل غلبان جه مصر وفلوس محفظته وقعت او اتسرق او حاجه، ومش عارف يروح البلد، فما ادالوش فلوس، قال له اركب وخده ودخل المحطه ودفع له التذكره، اداله التذكره وكمل طريقه. هنا في فرق بين واحد يصعب عليك وبين واحد بتشيل ثقله، بتشيل معاه، ده فرق كبير، ده حب بجد، ده سميري صالح. الموضوع مش كلمتين امضية استدفئة واشبعة اللي مسكها يعقوب على الناس، اللي الله يحنن يعني. قال لهم ايه يعني؟ ايه اللي انتوا عملتوه ان كنتم لم تعطوهما حاجات الجسد؟ ايه الكلمتين اللي قلتوهم لواحد جعان وعريان؟ روح ربنا يشبعك وربنا يكسيك. ومن ربنا عملك انت ليه؟ ما ربنا عملك انت عشان تكسيه وتأكله. هو ربنا يقدر بس هيضطر يلغيك انت ويشوف واحد تاني، لانك ما عملتش رسالتك، ما عملتش دورك. ربنا يسوع له المجد، مثلنا الأعلى في كل شيء. والأحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. ينفع تعمل دي عشان تبقى زي المسيح؟ أحزاننا حملها، ما دي أثقال، تشيل مع الناس أحزانها وأوجاعنا تحملها، وتشيل مع الناس أوجاعهم، الأحزان والأوجاع. الأوجاع دي أشكال والوان. ربنا يسوع قال تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. المفروض ده يبقى شعارنا كخدام، تصور، ما هو ده الأثقال. تقدر تقول زي المسيح تعالوا يا ناس وأنا أريحكم؟ إيه، مش سهل، بس لو قلتها ومشيت ورا المسيح مش هتتعب. ليه؟ لأن هو اللي شايل على فكرة، مش أنت، هو اللي هيشيل، أنت بس بتعمل كده، تاخد وتحط على دماغه وماشي جنبك، فبتاخد من الناس وتشيله. فالموضوع مش صعب زي ما انت فاكر، وهو بيشيل على طول. وهكذا تمموا ناموس المسيح. في يعقوب 1 يقول من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، الناموس الكامل اللي هو ناموس المسيح العهد الجديد، وثبت. يعني بقى ايه؟ احنا عارفين الطلعة دي عندنا، انما ثبت دي مش عندنا. يعني احنا عارفين الوصايا كده شكلها يعني، انما ثبت وصار ليس سامعا ناسيا زي حالتنا، بل عاملا بالكلمة، هذا يكون مغبوطا في عمله. يعني ده هياخد له كلمتين حلوين قوي في الآخر. بيقولوا الذين بلا ناموس، كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله، بل تحت ناموس المسيح. يبان أن بولس عايش مدقق جدا في حياته، وكل وصية قالها المسيح شغلاه، قال أنا تحت ناموس المسيح.
فالراجل واخد باله قوي من اللي قاله المسيح في حياته. إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه. يعني إيه؟ مشكلتنا يا جماعة في الحتة دي إن الواحد بيتغش في روحه، فاكر نفسه بيخدم صح. لا، إحنا ما عملناش المطلوب. كم واحد بيشيل أثقال الناس؟ إحنا بنخدم، إحنا بنتكلم، إحنا بنزور، إحنا بندي فلوس وبركات، إنما إحنا لسه بعيد عن اللي بيقوله ربنا. فما تغشش نفسك وتتصور انك عملت كل المطلوب، وما تغشش نفسك انك انت ما غلطتش هو غلط، لا، الدور الجاي عليك. وما تغشش نفسك ان هو وحش وانت كويس، لا، المعايير دي كلها مغلوطة. فحاسب من غشك لنفسك. كلام لخدام على فكرة قبلها بيقول اصلحوا انتم الروحانيين، افترض ان دول ناس روحيين، فالكلام ده لناس احسن مننا كمان، بس بيقول اوعى تغشوا نفسكم. اللي يغش نفسه لا يصلح للخدمة، اللي يفضل شايف نفسه مش معرض للخطأ يبقى مش فاهم ربنا، لأنه ممكن يجرب هو أيضا. لو بتغش نفسك هتقع وقعة وحشة. ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وانت بتخدم أرجوك امتحن عملك. هنا انت هتمتحن نفسك على حاجتين، عملت ايه مع نفسك وعملت ايه مع اخوك. دي مناسبة قوي للأيام الأخيرة من السنة. أرجوكم وأنتوا بتقيموا نفسكم ما تبصش بس لتقصيرك في الصلاة والإنجيل والصوم، بص للالتزامات اللي عليك تجاه اللي حواليك واللي ما عملتوش فيها، تلاقي كتير قوي. فليمتحن كل واحد عمله. أنت مطيع لوالديك بأمانة؟ أنت بتحب اللي معاك في البيت بأمانة؟ أنت شايل أثقال قرايبك بأمانة؟ ليمتحن كل واحد عمله. انت امتحن نفسك، شوف انت عملت كل المطلوب ولا لا. الحكاية مش بس مع نفسك، الوصية دي فين من حياتك؟ حينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه لا من جهة غيره. يعني ايه؟ افرض خدمت انسان والانسان مشي كويس وانت ماشي غلط، هل ده يبرئك؟ الحقيقة لا، لان اللي اتعدل اتعدل بقوة ربنا، صحيح عن طريقك، ودي حاجة كويسة لصالحك، لكن لو انت ما مشيتش كويس لن تفتخر به. فاهمين ازاي؟ مش هينفع، لن تفتخر به في اليوم الاخير. طبعا مفيش افتخار على الارض، انما تقدر تقف قدام ربنا تقول له بص يا رب الوقت الحلو ده كان عندي في مدرسة الاحد، ما انت سبت الخدمة اساسا بعدها، هو الولد كويس في مدرسة الاحد وبقى اب اسقف كمان وحاجة عظيمة، انما انت فين بعد كده؟ فمش هتعرف تفتخر بآخر. فمين الآية؟ انت هتفتخر في الآخر بقلبك. صحيح ربنا لو انت قلبك حلو هيرصد لك كل تعبك ده، لكن ما ينفعش تفتخر بشخص تاني. لا ينفع تفتخر بابوك ولا بابنك ولا باخوك، انت لن تفتخر امام الله في اليوم الاخير الا بقلبك. يا ترى بقى قلبك يوزن ولا لا؟ هنا الواحد يمتحن الدافع، يقول لي يمتحن كل واحد عمله. امتحن دوافع خدمتك، هل لسه بنخدم عشان بس يبقى اسمنا خدام، ولسه بنخدم عشان يعني اهو فاضيين وعندنا شوية وقت، ولا بتخدم حب، ولا في دافع حلو جوه عاوز تروح السماء وعاوز تنقذ الناس؟ امتحان الأمانة، بتعمل اللي قاله ربنا ولا بتعمل الحاجات اللي انت عاوز تعملها؟ كل واحد سيحمل حمل نفسه. يعني ايه؟ طب ما هو لسه بيقول احملوا بعضكم اثقال بعض. في الدنيا كل واحد يشيل ثقل اخوه، انما في اليوم الاخير كل واحد هيشيل شيلته. فاهمين المعنى؟ كل واحد هيشيل شيلته في اليوم الاخير. لكن طول ما انت عايش في الدنيا شيل مع الناس اثقالهم، وهتلاقي في اللي بيشيل معاك ثقلك. يعني اب اعترافك ما هو بيشيل معاك شويه، يعني أمين خدمتك بيشيل معاك شوية، صديقك الروحي شريك حياتك، الناس دي كلها بتشيل معاك. لكن في اليوم الأخير كل واحد سيحمل حمل نفسه. شوف التعبير الخطير اللي قاله المسيح، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. يعني يبقوا اتنين بيطحنوا مع بعض، عايشين مع بعض، بيشتغلوا نفس الشغلة في نفس الظروف، بس واحدة مشيت كده واحدة مشيت كده. طب ما ينفعش تقول دي صاحبتي، دي بتشتغل معايا بقى لها سنين،
دي معرفة قديمة، لا مينفعش. ليه؟ لأن لا المعرفة ولا العلاقة ولا الظروف ولا الشكل، هي القلب واللي هيحكم، كل واحد يحمل حمل نفسه. فالتوبة تظل شخصية، الخدمة مفروض تبقى دافع للتوبة مش معطل للتوبة. بقولها لنفسي وليكم، الخدمة دافع للتوبة مش معطل للتوبة. للأسف الشيطان فنان في الحتة دي، يخلي الخدمة تعطل التوبة، لأنه عارف إن الخدمة بدون توبة ما تدخلش السماء مهما كانت الخدمة. إنما الشطارة الخدمة تبقى دافع للتوبة، وإنت بتتكلم الكلام يخبط فيك، وإنت بتتعامل مع الغلابة تتعلم منهم درس يبكتك، وإنت بتسمع شكوى إنسان تتحسر على روحك. فإنت كده إيه، خدمة بتسخن التوبة اللي جواك. بعدين يقول لي شارك الذي يتعلم المعلم في جميع الخيرات. يعني ايه دي بقى؟ اي ساعات ما بتتفهمش. بصوا يا جماعة، مقصود بيها ايه؟ ساعات المعلمين في الكنيسة بيبقوا غلابة، وبيبقوا ايه، المتعلمين امكانياتهم افضل كتير. فهنا بولس كراعي كبير قال لهم ما يصحش تسيبوا اللي بيعلموكم دول محتاجين. فهنا الخيرات يقصد بها الحتة المادية على فكرة، لأن بولس في حتة تاني يقول لهم إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا جسديات، لأن بتوع كورنثوس كانوا وحشين قوي. فقال إيه بعتوا، يعني قالوا إن بولس بياخد فلوس أو بيصرف على نفسه. قال لهم ما حصلش، لكن ولو حصل هو اللي بيديكوا روحيات كتير عليه ياكل عيش من الخدمة. فاهمين الفكرة؟ فهنا دي وصية الأب، إنه الخادم اللي يخدم وماله لما المخدوم يشترك معاه في الخير بتاعه يبقى عنده. وهنا دي معناها احترام كمان المعلمين. يشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات لا تضله، الله لا يشمخ عليه. عارفين إيه قيمتها هنا؟ لو المتعلم افتخر على المعلم، هو بقى ركن المعلم هنا وحط مطرحه ربنا، ده رجل الله، تفتخر عليه ازاي؟ تتشامخ عليه ازاي؟ تفضل صغير تحت رجليه حتى لو هو فقير جدا، لأن الكرامة هنا مش بالفقر والغنى، مش بالمركز. فاهمين؟ صدقوني في بهوات كبار قوي متواضعين جدا في التعامل مع رجال الله عامة، وفي ناس بس يعني خد كده يعني اي لقب في الدنيا تلاقيه يتعامل مع رجال الله من فوق. الله لا يشمخ عليه يا ابني، دول رجال الله ليهم كرامة. فهنا الظاهر كان في غلاطية في الحتة دي، في روح كده عدم احترام وتقدير رجال الله، فقال لهم لا، دول يشتركوا في كل الخير واوعوا تتشامخوا. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، ومن يزرع لجسده من الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. يعني بالعكس، ده أنت تغير منه اللي شغال طول الوقت لحساب الروحيات، وتقول يا ريت أنا كمان أشتغل طول الوقت في حقل الخدمة وفي حقل خلاص الناس، أنا عمال أشتغل في الدنيا لحساب الجسديات. أنت اشتغل بقى لحساب الروحيات. إذا اللي بيشتغلوا في الدنيا هياخدوا من الدنيا، الدنيا آخرها إيه؟ شوية كلام فارغ، شوية مركز، شوية فلوس، لكن بس، لكن الروحيات ياخدوا بيها حياة أبدية. آخر آية، لا نفشل في عمل الخير. إذا لا نفشل في عمل الخير. لا نفشل يا جماعة معناها إيه؟ هي معناها بدقة إذا لن نفشل. لن مش لا، يعني إيه؟ اعمل الخير وما تخافش، مش ممكن تخسر. اخدم وما تخافش، مش هتخسر بالمبادئ اللي اتقالت دي. هتقول ما فيش ناس بتتأثر، مش انت كسبان. المشوار اللي روحته ده انت كسبان. العرق اللي عرقته ده انت كسبان. لا نفشل في عمل الخير. هنا مش معناها عليك انت، ده زي وعد يا جماعة. ده وعد على ربنا مش عليك انت. ده مش دورك، ده دور ربنا في الآية دي. يعني ربنا مش هيخزيك ابدا، مش هيكسفك، بدل اجتهدت في عمل الخير لن تفشل.
بدل صليت صلاتك لازم ليها مردود عند ربنا، تعبك لازم مش هيروح، تعبكم ليس باطلا. فلا نفشل يعني اطمن، مفيش حاجة بتعملها باطل فاشلة يوزلس، لا مفيش حاجة اسمها كده عند ربنا. لكننا سنحصد في وقته. بمعنى ايه؟ مش معنى انك ما شفتش بنتيجة سريعة انك انت فاشل، لا. ودي طبعا تعزينا جدا كخدام. ليه؟ ساعات تتعب قوي في جهادك مع نفسك وما تلاحظش تغيير، فتقول انا فاشل بقالي 20 سنة بعترف والخطيئة ما راحتش. لا لا، انت مش فاشل، لان ده عمل خير ستحصد في وقته، وقته دي عند ربنا. بقالك سنين بتخدم شخص او ناس ما تغيروش، ما تقلقش، انت مش فاشل، ستحصد في وقته ان كنا لا نكل. اهم حاجة ما توقفش، ما توقفش جهاد وما توقفش خدمة، كمل وستحصد في وقته، لان الله لم يعطينا روح الفشل بل روح المحبة والقوة والنصح. فلنعمل الخير للجميع حسبما لنا فرصة. يعني اللي بيفكر بالطريقة دي كل فرصة يلاقيها يستغلها. كل شخص يتعامل معاه يقول فرصة، مكسب، أخدمه وأكسب فيه. كل دقيقة فاضية يقول فرصة، مكسب، أصلي فيها. فيا إما فرصة لنفسه يا إما فرصة لغيره، وفي الحالتين كسبان على طول الخط، يا يصلي يا يخدم. حتى هو بيتعامل مع الناس في الدنيا بيفكر بالطريقة دي، يصلي يقرب من ربنا مكسب، عمل خير برضو، يا إما يقدم ربنا كان بالحياة أو بالكلام. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.